حيت ما يستماس لمنو يشغفون دم قران غلوغ ميس نوسو أبدا مزوار تسطط في تزعيم تنعار نو سلوي انتقدو دامس عبد المجيد تبون دي القمة نجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع الدنيتي لانتظرات مدينة باري الإيطالية التوسيو لنديس سيت سيلن انتدو لي دوس نمر إفريقيا تطفيو عند الاتفاق استراتيجي الشركة التجزائرية الإيطاليانية يسد جا نومرشيد دامقران نسجن نومرشيد دامقران لولاية تيميمون لسمن الكبانيات ماتي إفريقيا إلا نادي عاد سي أسوغاس 2024 إلى 2028 يوسف غني من ديدي باون أما نشي خدام النشا إسويسا ونومرشيد استماتي ضدت أسكون العلاقات نجار نومزرو يسوزا لنسن جار الزاير إيطاليا دي منو نحرشن أما نشادي عاونا هي نتنمسا تغنوت سمعة لتبها تسجا أكفاني مانا يوضا السواس لواي ينتقدو دامس عبد المجيد تبون غلط مورت نتزاير تفرون عرس اندهن نوجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع دي الدنيت تنيدران باري نطليان إلى قات دي أنفاج ماس القايد الأركان سعيد شنقريح فروس اللي النشيد أغناو يخزر ماسا سلوي التشكيلتنا الحرس الجمهورية اللي تسجيا ستحيتنا الشرف في ديسنا القمة نجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع الدنيت يملقى سلوين تقدو داماس عبد المجيد تبون السو تسلوين تنغلافن أن إيطاليا جورجيا ميلوني أدوامو دي أملقى دا جدرار دي القلعة بورغو إغنياتيا دي باري نطليان أمنشي لقى سلوين تقدو داماس عبد المجيد تبون ماس أحمد الحشانية سلوي للحكومة تونس ديباري نطليان في ديس نون عرس إن دهن القمة تنسى نزعلك إمارة قبل وبدان يندهن أنه ملاقان القمة نجرى ونساني زعلاك ندباب نصنع إلا انتظر المنتجع عن بورغو إنياتيا ديباري نطليان أسلوين تقدودا ماس عبد المجيد تبون جروانت إمساولن ننفيديس إذ القادت دي سلوين نتزعلاك نتمورا الدنيت أدوين عرن القمة إيطاليا أرنياس إسلوين نتمجراوين التقرغلاني ماسا سلوي بدا لدى خزار في منون التمثال تتيقر غلانين نيمار إلا أن تتهمنت جرسا سلخصوص الزمامات تخصانت أسنمر يسلفي نهيلا نسنمر دي جديدا أمان شيننا قبل وبداني دهن نملاقان القمة نجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع إلى انتظر المنتجع عن بورغو إبنياتسيا ديباري نطليان أسلوين تقدو دامس عبد المجيد تبون جروانت إمساولا انفيديس إذ القادت دي سلوين نتزعلاك نتمورا الدنيت دوين عرن أو القمة إيطاليا نياس إسلوين نتمجراوين التقرغلانين
مس سلوين بدل دخزار فمنا وني التمثالين التقر غلانين نيمار إلا نتهمانت جرسا اسلخصوص زمامات تخصان أسنمر دو سلفيني هيلن نسنمر دي جديدا. أمونين عرس الوين تقدو دامس عبد المجيد تبون الصنات دي القمة نجرا ونسني زعلاك ني دباب وصناع الدنيتي لان تجرو تيمورا دود ماون دي أجرو عند الماريكان تجليت إيدوكلن فرنسا اليابان ألمانيا إيطاليا كندا عرنياس من نون القادت نتموراي لان مساولن دي من نون تمسالين نمارا قرغلان أما نش دخ يبديلن انت دولي الذكاء الاصطناعي دي الحالة دي تمات قبلي التنمس القمة نباري توسي ولدي سوازل نسنمر البنيان دي إفريقيا دي تسيلن نرافق نتموراي لان تتشرن تدا ونحريش يوبدي السات أن منا ونتي مشراس السيسن تنينو هاجر سودم خاطي نتموسني بهدي عادي مسا سلواي ينتقدو دات صوريتنا تونجيم تدي ونعاد إدوين عرن القمة نجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع الدنيت إلا نتسجل قلعة بورغو إغناتسيا تمدينة باري نطاليا أسلوين تقدو دا مس عبد المجيد تبوني قد عسوس باري إن إيطاليا غلط مورت نتزاير دفرون عرس إن دهن نلقي مت نجرا ونساني زعلاك ندباب نصنع عدو النيت أما نش سقور القوات ننفاج الجوية دي مقاتلات أن الجيش أغناو أن ميدن رافقن تنفاج نتسلوي تي تغديس ماسا سلوي أن تكتبها الولايات نتيارت تيجبان غلاف نوس السوي طه دربال فوسب دين وخدام نوبريد نشطة قبلية طاود أوكزنة مروينة سن الكيلومترات دا مرشيد إلا نيبد فوسجاس الكوبانيات تيغناوين أما نش خاصة ونو مرشيد أدي سوجد 10,000 متر مكعب أشاس سوامان بهاديرني أنضن ومان إلا نطوسو دفنت مدينة نتيارت غير 34,000 متر مكعب أن غلافي سيد هنت ميدن نتماس وسوجد نومان نوسوا دفرو جرد نمرشاد توسجانا نمرشيد عجر مايا ونيلان أدبدان إندهن نسجان يسبيد فر العيد أزعلوك أخدمس يتواسر سفيرين الكوبانيات التغناوين ما نشي سشن عجبن الحال في الكوبانيات يسر سنتشحان بهذا الصدفة أبريد نشطة قبلي إمار يتواسر سنيوال نجار إد محمد علي إغيبة يم يوض العهد ويد وكفن تجه تافولتان الشرقي الخدمة لا تمود وان تفاص كيد غل مشروع وان السيوض نامان يغرم وان تيرد واسبد دنف والسمدو نتي ما وضن نكال ويجهنين سنية تولاغة تاري وضن التوس واجمين الحمد لله تم الإنجاز في مدة قصيرة وذلك تلبية لنداء السلطات العليا ونداء المواطنين شارك الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في تحدي المتعلق بالمشكل توصيل الماء الشاروب لمدينة تيارت تم تجنيد فرق H24 يعني 24 ساعة ثلاث فرق على مستوى جميع الجبهات حيث تم وضع مشاركة مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز عدة تجهيزات وتركيبات سخرنا جميع الإطارات وجميع العمال جميع الآليات جميع آليات الحفر جميع آليات لخوض التحدي والحمد لله كنا عند حسن ظن وزارة الموارد المائية وكم أتممنا المشروع في أجل محددة يتي وجه داغ أغول المشاريع هضنين داغ جننا وغنسي وضنا من فوليريت انتبدي فولت مخوتار انمزغن وضعنا حيز الخدمة التحويل الشرقي التحويل الشط الشرقي على مسافة 42 كيلومتر اللي راح يمكننا من جلب 10,000 متر مكعب هذا المشروع اللي سيد رئيس الجمهورية أعطى أوامر صارمة غير قابلة للمراجعة
من أجل إتمام هذا المشروع عشية عيد الإضحى، والحمد لله وفقنا في ذلك. إن شاء الله الأحد بعد عيد الإضحى المبارك ستكون هنا المؤسسات للانطلاق، هي شرعت في التحضير تحضيرات إدارية من أجل الانطلاق مباشرة في تحويل سد عجرمية اللي فيه تحويل على مسافة 120 كيلومتر، فيه محطتي ضخ، فيه خزان مائي، يعني بالفعل هو مركب مائي. ونقول للساكنة نتاع ولاية تيارت المشاريع راكم شفتوا فيها اللي تجسد، فيها اللي راح ينطلق بعد أسبوع، الأموال رصدت. المشاريع ويتوسر أضنين الولاية تيارت الدوبين أسملنا ما نسينا فلينين مزغ المدان آرين تكرس تغم فاد تجهت وغار أدنى تدن يجي وغمي سنة 8 يعود أن غلاف نوس سوي طه دربال فعولنا الحكومة يسوجد من أيلوية مرشاد إن دسي سنة سلوين تقدو دا بها التوسجان إمار إتوسر سن يفتشين ديما تمشروس نصو ضفن وما ننوسو الولاية نتيارت. اليوم أشرفت رفقة السلطات المحلية على وضع حيز الخدمة هذا التحويل الهام بطاقة 10,000 متر مكعب، ليس هذا فقط بل أقر السيد رئيس الجمهورية كذلك مجموعة من تسجيل مجموعة من المشاريع أهمها هو تحويل المياه من حقل عجر مايا على مسافة 120 كيلومتر إلى ولاية تيارت حتى يتم تدعيم وتأمين المورد المائي للساكنة. وكذلك تم ربط عديد الأبار بحيث أنه اليوم بإذن الله عشية عيد الإضحى المبارك ستسير على سبيل المثال بلدية تيارت الأم بحجم مائي يقارب 30,000 متر مكعب في اليوم. أريد أن أشير بأن اليوم تم الاتفاق مع الشركات العمومية من أجل البدء والانطلاق في تحويل سد عجر مايا حتى أنه يكون الانطلاق في هذه المشاريع طبقا لتوصية السيد رئيس الجمهورية بسرعة فائقة. يوم 23 جوان إن شاء الله تكون المؤسسات هنا في عين المكان وتنطلق في تجسيد هذا المشروع المهم والمهم جدا الذي يقضي نهائيا على إشكالية التزود بالمياه الصالحة للشرب في انتظار الحل النهائي واللي هو ربط ولاية تيارت بمحطات تحلية المياه البحر واللي هو مبرمج في المستقبل. تمديتنا العيد زعلوك أنبرشت سلسل كوبانيت وماندو صفانة زير سيالي قنهيل يصدف إمدن نتملغيخت التبازة أمان نوسوا سوندا دي أس أمزوار نالعيد أزعلوك أنبرشي والنجارد محمد تلمدات. أتي ورن آمان هولندا غيلا وانتفاس كيف ولا واغ توجنات الدبارتين إيوا أهل مقرن. يوم العيد الأضحى إن شاء الله كما تعرفوا هو يوم استثنائي من حيث كمية استهلاك المياه اللي تبلغ الذروة تاعها في هذا اليوم على سبيل يعني الشرح تبلغ الكمية اللي يستهلكوها في 24 ساعة يعني في الحالة العادية بيوم من أيام الصيف، في يوم العيد نستعملوها في 4 إلى 5 ساعات. كل تدابير تم اتخاذها حتى يتم التكفل بكافة انشغالات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى. الجميع يعلم أنه الطالب يكثر على المياه في أيام العيد. جندنا كل الفرق تاعنا باش تكون حاضره بنظام مناوبه 24 ساعه على 24 ساعه. الكوبانيه تانسيال تغلفت جننا وانا ما انتجال برنامج وانتريتنا ما ندغهلا ويغنمود. بمناسبه كل المواطنين يستحقون الماء في وقت واحد ويحبوا يتزودوا في نفس الوقت اكيد. من اجل ذلك احنا عندنا اجراءات من العاده ان نتخذوها من اجل انه يكونوا المواطنين في اريحيه، من بينها ان نملؤ كامل الخزانات نتاعنا قبل 3 إلى 4 أيام، كذلك نعطيه كميات مياه إضافية من السدود من أجل تدعيم الولايات بكميات إضافية حتى يتحكموا في تسيير هذا المورد المائي وحتى يكون المورد المائي يصل إلى كل المواطنين. كذلك فيه إجراءات احترازية نتخذها من مثل المداومة، كذلك فرق التدخل لأنه من الطبيعي جدا أنه يقدر يكون انكسار للقنوات أو أي حادث، نحب يكون التدخل نتاعنا في أقصر مدة ممكنة حتى لا نحرم المواطنين من فرحة العيد. البرنامج واغتجات الأغلاف تان الريف ولا تتسيكي نمزغن إهلا وانتفاس كيس الخالي ولاغن
سيد فلاوين الزام فلمزغ إبان وخشد نامان. ستماس تضمن الكوبانية النفطة والسن العيد أو جاد أيلو إذا شرنا البترول دي منشان وخدمس دي أيلو تي ميوانة مور تدوسسي من الخدمة نخلص الإلكتروني دي وجار 4000 نضل محطة إيوان وجار محمد بلتو فولاريت ناس من الهارة نمداو دي جامدنا البترول دزنهال انتي غريوين سيكي لما الزاغن هولان دغي هلاو النمود وانتفاسكي صرا ضمن هذا الشركة النفطة التي غريوين سيديس دغ البومبا دي انتي اللي سونسا وين دغ سنات تمروين دو كوز فو سنات تمروين دو كوز نساغتنا الخدمة حاجة مليحة الحمد لله شغل في العيد ليامات عادية يعني تاع العيد الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ديما هكذا ايامات العيد كما الايام الاخرى هذا وين لحقت راح ندير لي سونس ونكمل سون بروبليم يا با ترو دوموند دعواي مليحه تو تي بيان كنت جاي من الكوتي الاخر الكوتي دروات لقيتها فارغه وجيت لهذه الحمد لله راهي كاينه وان شاء الله تكون متواصله طول ايام العيد ان شاء الله المواطن كاين دي فوا يكون عنده اشغال كان عنده يكون ما يقدرش ما يكونش في الليل يكون تكون توفر له هذه المرافق هذه وتكون 24 ساعه 24 ساعه تساعدنا بالعكس تساعدنا هذه مده طويله كانت صح كانت الازدحام كثير باش تعمر ليسونس تري حوالي نص ساعه حوالي ساعه اليوم والله الظروف تحسنت مام العمال اللي يخدموا هنايا والله بارك الله فيهم سهلونا كل الامور والله رجي تعمر وتروح اتخذت نفطال كل التدابير اللازمه من الموارد البشريه والماديه تصرد الشركه تاع نفطال تغري وين مدانت يلزمنين دغريت ناس من المواد تاع البترول دغ المحطتين مدانت ياسي الكمنين أو ندغم هالي هلاوي النمود سيد فلاين أسمل انطنات نرزام ساعتي وزدين سدفع الإلكتروني سلاك كارت سي بي مغ الذهبية الدفع الإلكتروني باستعمال بطاقتي سي بي والذهبية تغريت نخبار تي سيت نهندقن ويهانت البومباتين تي ليسانس تسمل شركة النفطال التطبيق جان اسم نفطال خدمات ويملن دغ بلاي ستور أب ستور أو ندغم دا تغريت نسيف ساس تزنهال تغري وين فول مزغن هولان تار مناسبة نمود وانتفاسكي أمان الشاس قبل العيد زعلوك هيل نواعات سجاد تمسي جورت إعلان اللمانة غناو دي المحطة نصيود نطمور تخربات أمال غيخت إسويسيس أو شاني تسيلن إل زمن ينن تسوغان إبريدن نجدرارن يوجن تايتيس وصوغي وشتيم أنغ تغاريت إبريدن مسك أحمد عندك تجهيزة الخاصة بالسلامة تاع الركاب سواء المثلث نعم في حالة عطب في المركبة احنا يا في قانون المرور خاصة الشريط الاستعجالي او المكان اللي راح توقف فيه ممنوع الوقوف فيه الا في حالتين سواء مرض السائق او في حالة عطب في المركبة اوين هرد دغطينا دينتي لزمنين دغ برقة فالبدد بوليسي تنكال هرد دانس برقة اما سنهندق ومسوكا الخروبة يهنت دير تنكال هلان امير ومدن نقدم توجيهات للشوافرة كاع اللي راهم يسوقوا يحذروا الركاب يلحقوهم بخير وعلى خير ويسوقوا بالعقل الطريق راهي تحصد بزاف للأرواح والإنسان لازم يسوق بعقله كي يكون مركب الركاب معاه لازم يحذر عليهم راكم مسؤول عليهم توجهنا إلى السائقين قدمنا لهم جملة من النصائح والإرشادات مع توزيع مطويات بخصوص إجراءات السلامة المرورية وضرورة احترام قواعد قانون المرور أيضا قدمنا لهم نصائح وإرشادات في حالة وجود عطب في المركبة كيف يركن المركبة أيضا من أجل حماية السائقين إيري ويتجني برقة وهجر اثنين يومال سجد تنسجر هذا السنفيل انتي ناضين تيز هشل لندغ برقة ان شاء الله يكونوا مترزنين كاع لي جون وكاع الكبار سواء لي كاميونور ولا لي تاكسيور ولا لي تاكسي يخمموا شويه على لي زاكسيدون لي شوم يسرى ما راهيش سهله دي نجم تتسلك بصح تدي معاك ناس بامال دو جون تخليهم يتامى راني كل يوم نشوف في حوادث المرور بعيني مش في التلفاز وكذا انا نقول الحيطه والحذر والمزيد من المبادرات التحسيسيه تحيه لكم من تونس والله يرحم والديكم هذه الحمله التحسيسيه على الامن ساهمت بالحق الناس كل حاسه روحها لاباس حاسه روحها في خير ونعمه والحمد لله فلريت نسنفلي نمنا يدغ برقه يواري نس برقه تيجاو اثنين نيتنا جين دغ برقه ويهجروا اثنين غلط مورت تنبارشت سودكار نويوشا مقران دي الحالات نوخشاع التوكدي اي ربي تقرجومين لنجيون وجليدا مقران ولنت دي قتس لسم نيوش دي صعيدا عرفة ستورن الغفران دنوب دو بعد ستيمسي أما نش ستورن أيولون الزعمي لومت يمسلم دي تمورت أسن الحجة مقران أسن عرفة
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دي الخطبة تنعرفة دي المخيمات نحجاجيين تزاريين الصعيد انعرفات يوكد الشيخ إدريس بن هاشم فولزام نجوري سنة نواسر النغط ظلت نويوش غفس أسزهل في ضعف الناس جان المناسيك مني ستري حجاجيين بهاد عادن دود مزعيم والسنوين بارشن أما نشد استغلنا ونماري لن يتوقع بالديسة ستر يسوتر نويوش مقران بهادي جتايتي فتمورت إدميدن اسلخصوص بهادي شمرة غوفي إدوطلام فيتمنغ فلسطين التحتلل. أهل الحرام ها أنتم اليوم على هذا الصعيد الطاهر على أرض عرفات المباركة وقد أتيتم من كل فج عميق من أرض الجزائر بلد الشهداء أتيتم من أرض الجزائر بلد الشهداء بقلوب ملؤها الشوق والرجاء ترجون رحمة الله وكلكم أمل في أن يتجلى عليكم ربكم بالرحمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات في موقف تعبر عنه العبرات ولو امتثل العالم لمثل هذه القيم والتعاليم الإنسانية لما وقع ما نراه اليوم من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان لا سيما ما يحدث من عدوان على المسجد الأقصى طهره الله وإخواننا في غزة وفلسطين من طرف الصهاينة المعتدين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم ارعى بلدنا الجزائر بعين رعايتك واكلأها كلاءة الوليد في المهد. اللهم املأ سدودها وانصر جنودها واحفظ حدودها وارفع رايتها واعلي شأنها ووفق اللهم ولي أمرنا واحفظه بحفظك وأيده بتأييدك وأجري الخير على يده يا رب العالمين. اللهم واجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد وألبسه لباس الصحة والعافية. دو جدي تفرانين نتسلويت اللي انت تدرانت السنسا سبتمبر اللي نسين دي اللي جور دي انماس نسلطة تغناو تتمنون تنتفرانين اهيل نجباد انتفراي نجراو نيدو سانيا اقودي تسيل ننظم سوازلنسن اوضمان نجوري زعيم انوهيلة. تضمن نسهل نندهن نتدريمت أما نشد سزعم من الخدمة نيد البنكات استفاد الولاية تنجانت سيقن الفرع دا جديد من البنكات نتزاير دا تسيل جديد دي شجع أسنمر أدي سزهل إهلن نيد البنكات التدريمت جار إدباب نتدام ساديتما إيوار نجار ديون روبورتاج نبراهيم بالخير. جانت يموس يندغر من وهن انتصارات تجير دزاير دكال وان ليبيا تجرو المشاريع الجوت نندغوتيان وغهرينين دغير تسمبتي نلخل نلخدمة مدتا تدولة تجرو إهن دقينا ين البنكة تن الدزاير الدي تاوي تنفات الجيت يكالواغ أنجانت سوف يعود بفائدة المواطنين ولولاية جانت الفتية لأن من قبل كانت جانت في معاناة كبيرة جدا وخاصة فيما يخص التجار المقاولين والإدارة في نفسها كانوا يتنقلوا من جانت للولايه الام اليزي سابقا واليوم الحمد لله يهرت يوسي نورنا البنك تجني البنك الجزائر اسم النت يوسي ولا لان نجون الحجاج اللي نخلصن دغليزي يصوت فلسن اكل المقاول يصوت فلسن ما لابينا حاجه مليحه لها. كنا نعانوا نمشوا 400 كيلو على جانت اليزي ترك ماذا بينا فتحوا لنا البنك الجزائر درك سهلون الأمور سهلوا للشعب الأمور. الولاية تنجانت توايتي غف داغل ونموكن أنفرجان داغل ون السياحة تجاه إيكا لن وموكن ومقور نين سموكن نرخام إيكا إذت يكفي البنك واغ هرتي مداه وارن أدو نتهول لن ويسدوال لن أظرف نسن دغوتيان وغهرنين دغل تسمتي نلخل وانتم الزوق ندونت. هذا المرفق الذي سيمكن ساكنة بدون شك من الاستفادة من الخدمات المصرفية من البنوك العمومية التجارية وكذلك الخاصة أيضا بريد الجزائر وكذلك الخزينة العمومية. بنك الجزائر يعتبر مرفق اقتصادي هام لبداية عملية التنمية الاقتصادية على مستوى أي ولاية من ولايات الوطن
وبنك الجزائر ينتشر في الولايات الجديدة. هذه الولاية رقم 8 التي نفتح فيها فرع بنك الجزائر. أسملنا البنك دغ الولايتين أمدانة يينينين هردغ تجمعي الدولة أسمتي نالخال وانت مدورت ندونات دسمدو داغن المشاريع والدياوين انتم فاتجيت يدونات داغيل ونسمتي نرامة التدولة دغ كالنويغ هننتي سراتي نترام نكالة. أني لان دقر غلانا جديدنا الحال دي تيمورا أن فلسطيني تحت اللان تلا ترني تشتميني صهيونيين في القطاع عن غزة يواس فيت سمس نتمروين تشارد دفر سنت نتمات سسجا نششادة صهيوني لميزرات وجار ماني توفان مراود أكزني فلسطينيين توقز من إذ مراود لفجر وسوس سيسني من الظلن التي زدنان دي تيتاني غلن نمشو ما غير من غزة دي الحالة نتمدور تشتيم يتوفي قنوزي ودا فلسطيني سبتنا القلت نشا أجنان القطاع الحالة اللي ترني الزيار من إلا نتدرن وجار 95% سميدن غزة بلا ومن لزعيمن إمار نيارن. أما نشيرزم تطوينا هيل نشا أقرغلاني لنا قودنا تمرائدو كلنت باللي أرنين توعري في القطاع يسوع الرسيود نعاونا نشا غلدينت. أما نشيشنا هيل دي إماري قنتو قديس باللي أدي مكنا ضياود الداين غزة دي إماري قرب دل قدن الحالة نطلازيتي لنا توجرتي ميوان وجنة. أما نشيناد باللي معاورنين تشتمي الداي دوماسن غزة لخسير جرمي الدن لنت قلتو يحملنت. دي أدال دي تشورت نضاري لقائي تيتشل تمزوارت أمرار نعلي عمار إقرناس علي لابوانت الدويرة أم لقان وجرب جار المولودية نتزاير لمولودية نوهران تربعت نرديف دي الجولة تم تجاروت نمزوار أغنى وملقايو يتوغدي مارس وزال الستمان التقني وجرب نسو فغدو سشني دو علقنا التلفزيون أو نمار جديد أو نمرار جديد أدي لقائي ملقيتن نمزوار نسوقاسو للمولودية نتزاير سودم رسمي سيو بدانو سقاس إلى نوسينت. أمانشي توشاسي المولودية نتزاير الدرع نوم زوارة غنا وانت مغون تي محترف تنزوارت نتشورت نودار نزوغاسنا 2023-2024 أمانش توشاسن يمرارن دي مساجار الشيعات شرفية. أنزون خزرة ونتسشنين إن نخسن المولوديان نتزاير ماني سجان تسشنين بهنة تغلاد مبابلوات تملغيخ سشنان أشاشين سن ساون تطفل. ساون تسشانين نشمر رغم سنغ انو السو تمدي توم الطنبارشت